باعتماد التواصل، لانه السيد مختار تليلي مدير فني لاصناف الشبان ضمن النادي، وصولا الى ميشيل دو كاستيل اللي معه هو حاليا الترجي ضمن فترة إيجابية، 5 انتصارات متتالية والبحث عن انتصار سادس. وطيبة من جودوين، فرصة التعادل، فرصة التعادل جميلة جدا، جميلة جدا من جودوين أترام، جميلة جدا، مراوغة أولى ثم ثانية ثم الهدف، هدف التعادل، هدف التعادل للملعب التونسي بعد محاولة فيها الجرعة شيء الكثير من اللاعب الغالي جودوين أترام، أمام بدرة، أمام مش عادي، أمام شكل الواعر أيضا، يلقى الإمكانية والوقت لمغالطة حارس المنتخب وحارس الترجي، والعرض البطيء، العرض البطيء لهدف تعادل للملعب التونسي اللي يرجع بعد 20 دقيقة لعب تقريبا في شوط المباراة الثاني. ايقاع مرتفع جدا ياتيكم من ملعب الشادي زويتن.